كان موضوع رسم بالقهوة بمحض الصدفة. جربت أرسم صورة إلي على صحن القهوة، وكانت ردة فعل الناس يعني جميلة على الفكرة هاي. فجربت أرسم صورة ثانية، كان تحدي بيني وبين نفسي إنه إذا رسمت هاي الصورة رح يعني أعمل إشي جميل بهذا المجال. فرسمت الصورة هاي وكانت يعني موفقة، وبدأت هاي الفكرة تكبر. ليش تخلص؟ كل هذا عشان الكاميرا. لكن اللي بيميز الشغل هذا انه الرسم بالاحجام الصغيرة جدا. يعني انا برسم البورتري بمساحة 1 سنتيمتر او اقل، يعني تصل الى بعض مللمترات. لا لا ما بعرف من فتحت الباب، انا بعرف انا سجلت. في بعض الاقلام بستخدم لها تخيل وتر العود او وتر آلة الكمان، يعني اضعف وتر بالكمان، وبقصه وبلزقه بالريشة مشان اشتغل بورتري يعني لا يتجاوز 3 ملي. مع هالحروب ومع هالويلات اللي بتصيبنا، الناس تبحث عن الطعام وعن الأمن، يعني لا وقت للفن أبداً.